ولكن مع الأسف لم تلقى دعوة الشيخين مع علو مقامهما ترحيبا عند إخواننا المخالفين لنا، ولا بورك مضمونها، ولا طوعت الأقلام لمساندة ما جاء فيها والعمل بما حوته من نصائح وتوجيهات وشفقة ورحمة على هذه الدعوة وأهلها، بل غيبت وضمست وتم تجاهلها بتأويلات فاسدة وردود فعل باردة، وفهمت على أنها تزكيات سيقت بالمجان إلى من يبحث عنها، وأنها لن تنفع أصحابها ولو كانت من أكبر عالم في الأرض، وما إلى ذلك من التشويشات والمعارضات التي أعقبت تلك الصوتيات الصادرة من الشيخين الفاضلين ومن غيرهما كالشيخ عبد الرحمن محيي الدين حفظ الله الجميع، في حين أنهم احتفوا جدا بتزكية الدكتور محمد بن هادي المدخلي المكتوبة بخط يده للشيخ محمد علي فركوس وعبد المجيد جمعة والأزهر سنيقرة، وروجوا لها أيما ترويج، وتداولها موقع التصفية والتربية حتى وصلت إلى الصحافة التي عنونت في بعض جرائدها أن الدكتور السعودي محمد بن هادي المدخلي ينصب ثلاثة من أكبر الدعاة في الجزائر، وسلم لهم قيادة الدعوة فيها، ونشرت ذلك على وجه الرفض والاستنكار، فالله المستعان. ولم تتضمن رسالته ما تضمنته رسائل المشايخ العلماء حفظهم الله من الدعوة إلى الائتلاف وتجنب الاختلاف ونبذ الفرقة بين السلفيين، لأنها لم تسهم في تقديم أي حل لتسوية النزاع القائم، بل زادت في عمق الأزمة وعقدت مساعي الصلح ووصلت بها إلى طريق مسدود. وحينها أدركنا خطورة مثل هذا التدخل السافر الذي أضر بالدعوة السلفية في العالم الإسلامي عموماً وعندنا خصوصاً، فزاد في تعميق الشرخ وتكريس الفرقة بين السلفيين، ونسف كل الجهود التي تدعو إلى تهدئة الأوضاع والدعوة إلى الاجتماع والتآلف. وقد أملى أوامر إلى من نصبهم على هذه الدعوة عندنا لمفارقة إخوانهم وترك الاجتماع بهم والجلوس إليهم، وحكم عليهم بأنهم لا يرجعون حالفاً ومؤكداً ومتألياً على الله، بل وحكم أن الله لا يرضى عنهم، وهذا سمعناه بآذاننا في مكالمة مسجلة مسربة بين الأزهر سنيقرة ومحمد بن هادي المدخلي، وهذه جرأة عجيبة وغريبة منه، مع العلم أن الدكتور لم يسمع من الطرف الآخر كلمة واحدة إلى وقتنا هذا، ولا أشاد بمضمون كلمات المشايخ العلماء حفظهم الله وما فيها من حق واضح بين، بل تجاهلها وأعرض عنها، مما يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها. وإننا أمام هذا الوضع المزري نتبرأ من هذا المنهج الإقصائي الباطل الذي يسعى أصحابه إلى إسقاط إخوانهم الدعاة وتهميشهم والتحذير من مجالستهم ومعاملتهم مثل ما يعامل به أهل الأهواء والبدع. وإننا ندعو مرة أخرى إخواننا أصلحهم الله للتراجع عما بدر منهم من إساءة للدعوة السلفية وتقويض لبنيانها وتشويه لصورتها، حفاظا على اجتماع كلمة الأمة واستتباب الأمن والأمان في ربوع بلادنا صانها الله من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين. وإلا فنحن براء من هذا المنهج وتبعاته، وإننا في دعوتنا ماضون وعلى منهجنا ثابتون بعون الله وتوفيقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الجزائر في الثاني من شهر رجب من عام 39 و400 للهجرة، الموافق للتاسع عشر من الشهر الثالث من عام 18 و2000، كتب هذا ووقع عليه كل من الشيخ عبد الغني عوسات والشيخ عز الدين رمضاني والشيخ عبد الحكيم دهاس والشيخ رضا بوشامة والشيخ عبد الخالق ماضي والشيخ عمر الحاج مسعود والشيخ عثمان عيسي والشيخ توفيق عمروني.